وزارة البيئة والمياه والزراعة. أهلا بك في الخدمات الذاتية، نتشرف بمساعدتك في تنفيذ طلب إدارة التثبيت للبنوك عن طريق الخدمات الذاتية. أولا، متطلبات تنفيذ الطلب. نبدأ بتسجيل الدخول على النظام. من قائمة الخدمة الذاتية للموظف اختر طلبات البنك، ومن ثم اضغط على طلب إدارة التثبيت للبنوك. بعد الدخول على الصفحة اضغط على إضافة. الآن حدد تفاصيل البنك الحالي وتاريخ بداية التثبيت، ثم اضغط على تطبيق. بعد الانتقال للصفحة التالية قم بتحديد الطلب ثم اضغط على التالي. بعد الانتقال للصفحة التالية قم بمراجعة الطلب ثم اضغط على تنفيذ. الآن تم تقديم الطلب للمدير لاعتماده. شكرا لاستخدامك الخدمات الذاتية.